بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق ومتابعين قناة الإعلام الكبير أستاذ عبد الناصر زيدان وقناة كرة بلدنا، تحية طيبة وبعد. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الكبير أستاذ مكرم محمد أحمد خد قرار إنه هو يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك. ليه؟ لأن رئيس نادي الزمالك عمل فيديو اتهم أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالفساد والرشوة والمحاباة، وهما شايفين طبعا ان ده غير حقيقي وان هو معهوش سند او دليل على الكلام اللي قاله في الفيديو والاتهامات اللي وجهها ليهم، وان هو لو معاه سند او دليل يروح كان راح لمعالي النائب العام وتقدم ضدهم ببلاغ. طب رئيس نادي الزمالك عمل كده ليه؟ لان في قرار خارج من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بعدم ظهوره في القنوات الفضائيه لمده شهرين. هو كان كسب قضيه في مجلس الدولة بعودته تاني للظهور، لكن رجع مجلس الدولة وأصدر حكم جديد أيد فيه قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعدم ظهوره لمدة شهرين. فده خلاه عمل الفيديو اللي عمله، وإن هو طبعا جاب سيرة أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصورة مش كويسة ووجه ليهم عدد من الاتهامات، وهم عشان خاطر يحفظوا حقهم خدوا قرار إن هم يقدموا بلاغ ضده لمعالي النائب العام. لكن طبعا انتوا عارفين ان بعد ما هم يقدموا البلاغ ان البلاغ ده يتحفظ. ليه؟ لان معالي النائب العام والنيابه هتطالب برفع الحصانه عن رئيس نادي الزمالك. طبعا رئيس نادي الزمالك عضو في البرلمان المصري، في البرلمان المصري وعنده حصانه. معالي النائب العام والنيابه العامه هتطالب البرلمان برفع الحصانه عن رئيس نادي الزمالك. طبعا الحصانه مش هتترفع. ليه؟ لان قبل كده معالي النائب العام في قضيه الحسابات السريه والاتجار في العمله في السوق السوداء للعمله، الاتجار في السوق السوداء للعمله، وطبعا دي قضيه خاصه بنادي الزمالك. نيابه الاموال العامه ومعالي النائب العام طلبوا ان هم يسمعوا اقوال رئيس نادي الزمالك في القضيه الكبيره دي، لكن برضو البرلمان المصري ما رفعش عنه الحصانه. فانا توقعاتي وشايف ان البرلمان برضو مش هيرفع الحصانه عن رئيس نادي الزمالك عشان يتسائل في البلاغ اللي اتقدم بيه المجلس الاعلى للاعلام لتنظيم الاعلام، المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام برئاسه الاستاذ الكبير الكاتب الكبير مكرم محمد احمد. يعني هتفضل برضه الحصانه حاميه رئيس نادي الزمالك ضد المساءله القانونيه. ده موضوع طبعا مهم جدا كان لازم نتكلم فيه. في موضوع تاني كنت انا حكيت لكم عن الصراع الدائر بين نجل رئيس نادي الزمالك امير المشرف على فريق الكوره وبين وحيد صلاح ابن اخت رئيس نادي الزمالك. رئيس نادي الزمالك كان عنده رغبة قوية ان هو يعين وحيد صلاح ابن اخته في منصب نائب المدير التنفيذي، وده كان هيكون مكان شريف حسين الموظف بالنادي. لكن طبعا امير كان ضد القرار ده وكان عامل ضده تكتل، وكان بالبلد كده بيفع اسفين في وحيد عند والده، وكان بيجيبوا وسطاء كمان معاه يفقعوا اسفين ضد وحيد عشان وحيد ما يتولاش منصب نائب المدير التنفيذي للنادي. وبالفعل نجح امير ان هو يخلي والده يغير قراره وما يعينش وحيد صلاح بمنصب نائب المدير التنفيذي للنادي. وكمان امير نجح برضه بمجموعه الوسطاء اللي كانوا معاه ان هو يقنع رئيس النادي انه يرجع شريف حسين، وشريف حسين رجع تاني مكانه ويتولى منصب نائب المدير التنفيذي للنادي. طبعا برضه ده كان موضوع مهم كان لازم نتكلم فيه. عندنا طبعا تصريحات مهمه رئيس نادي الزمالك. رئيس نادي الزمالك تعهد ان الفريق لما يسافر المغرب عشان يواجه فريق نهض البركان المغربي في ذهاب الدور النهائي من البطوله الكونفدراليه ان هو مش هيتعرض لاي مضايقات، وان نادي الزمالك مش هيتم التعامل معاه بنفس الصوره اللي تم التعامل بيها مع نادي الصفاقسي لما راح لعب في الدور قبل النهائي. وقال ان مساله رئيس نادي نهضة بركان موجود في الكاف اتحاد الافريقي لكره القدم الكاف، ده مش معناها ان هو هينجح انه يضايق نادي الزمالك او يعمل اي افعال تبعد اللعيبه عن تركيزها وتشتتهم قبل مباراه مهمه زي دي. وقال ان هو هيعمل اجتماع بمستر جروس و باسماعيل يوسف عضو مجلس الاداره، وهيحطوا خطه ان الزمالك يسافر المغرب ما يتعرضش لاي مضايقات، وان هم ينجحوا في توفير مناخ مناسب ان اللعيبه
تقدر تقدم مباراة كبيرة وتقدم مستوى فني جيد. طبعا انتوا عارفين مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بذهاب الدور النهائي من البطولة الكونفدرالية هتقام يوم 19 من الشهر الجاي. وطبعا عندنا مباراة مهمة بكرة امام وادي دجلة بمسابقة الدوري العام. ودي مباراة زي ما قلنا مؤجلة من الاسبوع رقم 29، وان الزمالك بيطمح ان هو يحقق نتيجة ايجابية بكرة علشان يحصد 3 نقاط ويرفع رصيده للنقطة 63. المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الكبير الاستاذ مكرم محمد احمد خد قرار ان هو يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك. ليه؟ لان رئيس نادي الزمالك عمل فيديو اتهم اعضاء المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بالفساد والرشوة والمحاباة، وهما شايفين طبعا ده غير حقيقي وان هو معهوش سند او دليل على الكلام اللي قاله في الفيديو والاتهامات اللي وجهها ليهم، وان هو لو معاه سند او دليل يروح كان راح لمعالي النائب العام وتقدم ضدهم ببلاغ. طب رئيس نادي الزمالك عمل كده ليه؟ لان في قرار خارج من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بعدم ظهوره في القنوات الفضائيه لمده 2 شهر. هو كان كسب قضيه في مجلس الدوله بعودته تاني للظهور، لكن رجع مجلس الدوله واصدر حكم جديد أيد فيه قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعدم ظهوره لمدة 2 شهر. فده خلاه عمل الفيديو اللي عمله، وإن هو طبعًا جاب سيرة أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصورة مش كويسة ووجه ليهم عدد من الاتهامات، وهم عشان خاطر يحفظوا حقهم خدوا قرار إن هم يقدموا بلاغ ضده لمعالي النائب العام. لكن طبعًا أنتوا عارفين إن بعد ما هم يقدموا البلاغ إن البلاغ ده يتحفظ. ليه؟ لأن معالي النائب العام والنيابة هتطالب برفع الحصانه عن رئيس نادي الزمالك. طبعا رئيس نادي الزمالك عضو في البرلمان المصري وعنده حصانه. معالي النائب العام والنيابه العامه هتطالب البرلمان برفع الحصانه عن رئيس نادي الزمالك. طبعا الحصانه مش هتترفع. ليه؟ لان قبل كده معالي النائب العام في قضيه الحسابات السريه والاتجار في العمله في السوق السوداء للعمله وطبعا دي قضيه خاصه بنادي الزمالك. نيابه الاموال العامه ومعالي النائب العام طلبوا ان هم يسمعوا اقوال رئيس نادي الزمالك في القضيه الكبيره دي، لكن برضو البرلمان المصري ما رفعش عنه الحصانه. فانا توقعاتي وشايف ان البرلمان برضو مش هيرفع الحصانه عن رئيس نادي الزمالك عشان يتسائل في البلاغ اللي اتقدم بيه المجلس الاعلى للاعلام لتنظيم الاعلام المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام برئاسه الاستاذ الكبير الكاتب الكبير مكرم محمد احمد. يعني هتفضل برضه الحصانه حاميه رئيس نادي الزمالك ضد المساءله القانونيه. ده موضوع طبعا مهم جدا كان لازم نتكلم فيه. في موضوع تاني كنت انا حكيت لكم عن الصراع الدائر بين نجل رئيس نادي الزمالك امير المشرف على فريق الكوره وبين وحيد صلاح ابن اخت رئيس نادي الزمالك. رئيس نادي الزمالك كان عنده رغبه قويه ان هو يعين وحيد صلاح ابن اخته في منصب نائب المدير التنفيذي، وده كان هيكون مكان شريف حسين الموظف بالنادي. لكن طبعا امير كان ضد القرار ده وكان عامل ضده تكتل، وكان بالبلد كده بيفع اسفين في وحيد عند والده، وكان بيجيب وسطاء كمان معاه يفقعوا اسفين ضد وحيد عشان وحيد ما يتولاش منصب نائب المدير التنفيذي للنادي. وبالفعل نجح امير ان هو يخلي والده يغير قراره وما يعينش وحيد صلاح بمنصب نائب المدير التنفيذي للنادي. وكمان امير نجح برضو بمجموعه الوسطاء اللي كانوا معاه ان هو يقنع رئيس النادي انه يرجع شريف حسين، وشريف حسين رجع تاني مكانه ويتولى منصب نائب المدير التنفيذي للنادي. طبعا برضو ده كان موضوع مهم كان لازم نتكلم فيه. عندنا طبعا تصريحات مهمه رئيس نادي الزمالك. رئيس نادي الزمالك تعهد ان الفريق لما يسافر المغرب عشان يواجه فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي من البطولة الكونفدرالية ان هو مش هيتعرض لأي مضايقات، وان نادي الزمالك مش هيتم التعامل معاه بنفس الصورة اللي تم التعامل بيها مع نادي الصفاقسي لما راح لعب في الدور قبل النهائي. وقال ان مسألة رئيس نادي نهضة بركان موجود في الكاف اتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، ده مش معناها ان هو هينجح انه يضايق نادي الزمالك او يعمل اي افعال تبعد اللعيبه عن تركيزها وتشتتهم قبل مباراه مهمه زي دي.
وقال ان هو هيعمل اجتماع بمستر جروس وباسماعيل يوسف عضو مجلس الاداره، وهيحطوا خطه ان الزمالك يسافر المغرب ما يتعرضش لاي مضايقات، وان هم ينجحوا في توفير مناخ مناسب ان اللعيبه تقدر تقدم مباراه كبيره وتقدم مستوى فني جيد. طبعا انتوا عارفين مباراه الزمالك ونهضه بركان المغربي بذهاب الدور النهائي من البطوله الكونفدراليه هتقام يوم 19 من الشهر الجاي، وطبعا عندنا مباراه مهمه بكره امام وادي دجله بمسابقه الدوري العام، ودي مباراه زي ما قلنا مؤجله من الاسبوع رقم 29، وان الزمالك بيطمح ان هو يحقق نتيجه ايجابيه بكره علشان يحصد 3 نقاط ويرفع رصيده للنقطه 63. عشاق ومتابعين قناه الاعلام الكبير استاذ عبد الناصر زيدان وقناه كره بلدنا، اتمنى لكم اوقات طيبه والتقيكم باذن الله في فيديو جديد. كان معكم الناقد الرياضي علاء حمادي.